انا ابن المنوفية وصعيدي يا سيدي، وسيدي كان فلاح واصلي فلاح وحي على الفلاح، وابو زرع طيب يقول حي للاصلاح، وعمال عاملين عملوا الخزف والصيني موصيني ابويا بكل فلاح، وقال لي مصر جميلة مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة مصر جميلة مصر اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره تانية، واولى فقراتنا في مصر جميله النهارده برنامج او فقره عالم الجمال مع دكتور نير ويليام كبير اطباء جراحه التجميل، وهنتكلم عن التهابات الانف. الاول بس نقول له صباح الخير يا دكتور، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانتم بخير وسلامه يا رب جميعا. اخبار حياتك ايه؟ كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طب نخش على طول في الموضوع. عليا. تمام، نبتدي على طول بتركيب الانف. يعني ايه تركيب الانف؟ بص سيادتك، الانف دي جزء موجود في الجسم، عشان اتكلم عنه افتكر رقم 3. الانف موجوده في الثلث الاوسط من الراس، والانف عباره عن مثلث عباره عن هرم قاعدته مثلثه. بص على الانف من اي جنب، يمين شمال من تحت، هتلاقيها عباره عن مثلث. الانف ايضا تتركب من 3 اجزاء، الثلث الخلفي هو الثلث العظمي، والثلث الاوسط هو الثلث الغضروفي، والثلث الامامي هو الثلث الرخو. ده مش كده وبس، ده كمان التلت العظمي ده بيتكون من 3 عظيمات، والغضروفي بيتكون من 3 غضاريف. ايضا لما نيجي نتكلم على الانف، لك ان تتخيل احنا بنتنفس في اليوم حوالي 17,000 مرة. الانسان البالغ نفس داخل طالع 17,000 مرة في اليوم. سبحان الله، كمية الهواء اللي بتدخل الانف حوالي 300 قدم مكعب في اليوم. فالانف ده جزء مهم جدا بالنسبة للانسان. والحقيقه يمكن عايز اقول كلمه صغيره، ما ننساش تمثال نفرتيتي والجمال الموجود في الانف. ايوه. وقصاده الناحيه الثانيه، ما ننساش طريقه التعذيب والاحكام في اسيا. قدماء المصريين كانت قدماء الناس في اسيا كانت الحكم بيتم عن طريق قطع الانف، فقطع الانف كان نوع من انواع العقاب. تمام، هي دي الانف وده تركيب الانف. تمام. طب دكتور، لو روحنا على اشهر اصابات الانف، ايه هي الاصابات اللي ممكن تصيب الانف؟ قدامنا دي المجموعه الاولى من الاصابات اللي هي الالتهابات اللي ممكن تكون موجوده بالانف واليومين دول. انت عارف طبعا الرشح والحاجات دي كلها هنقدر نتكلم عنها بالتفصيل شويه. المجموعه الثانيه مجموعه التشوهات الخلقيه اللي ممكن تصيب الانف، سواء كان سندام الجمل او عدم وجود فتحه في الانف او الانف كبيره وصغيره والحاجات دي كلها. المجموعه الثالثه الحوادث بتاعه الانف، والحوادث دي نقدر نتكلم فيها، هنلاقي فيها قد تكون كسور في الانف، قد تكون حروق بالانف، قد تكون حوادث ناتجه عن رياضات عنيفه زي الملاكمه وغيرها. المجموعه الرابعه اللي هي مجموعه الاورام بتاعه الانف، هنشوف اورام دمويه وهنشوف اورام ليفيه وهنشوف اورام سرطانيه وهكذا. المجموعه الخامسه نتكلم فيها هتكون عن جمال الانف وايه العمليات التجميل وازاي يتم عملها. تمام. طب بما اننا بقى في اجواء برد والناس اللي عندها انفلونزا وعندها التهابات في الانف، خلينا نبتدي بالالتهابات. شوف سيادتك، التهابات الانف، انا التهابات الانف مجموعتين. المجموعه الاولانيه مجموعه التهابات غير معديه، اشهرها طبعا بيكون الصدفيه، ممكن الاكزيما لما تصيب الانف دي مجموعه ثانيه، ممكن الارتكاريا لما تصيب الوجه بتاخد معاها تورمات في الانف دي المجموعه الثالثه. المجموعه الثانيه من الاورام اللي هي الاصابات اللي تصيب الانف، اصابات الانف المعديه، قد تكون بكتيريا اشهرها حب السباب والرؤوس السوداء والحسف والكلام ده كله، وقد تكون فطريات اشهرها التينيا لو اصابت الوجه ودخلت على الانف، وقد تكون فيروسات هي اللي بنتكلم عنها اللي هي الالتهابات المخاطيه اللي بتصيب الانف، سواء كان هيربس جاي في الوش ودخل على الهم، او كانت التهابات من داخل الانف الرشح والانفلونزا والحاجات اللي هي بنشوفها اليومين دول. دي اشهر الالتهابات اللي ممكن تكون موجوده في الانف. طب يا دكتور معلش، ازاي احافظ على نفسي لو حد عطس قدامي او مثلا عنده التهاب في الانف وقاعد قدامي وحط ايده على مناخيره وجه بيسلم عليا، طب اعمل ايه؟ ما تسلمش عليه. اصل الحقيقه الالتهابات الفيروسيه، وانت عارف ان الفيروسات والانفلونزا والحاجات دي كلها بتتغير بكل مصر، يعني نيجي نقول في مصر الانفلونزا
تبص تلاقي المصري ده متكون مثلا من مجموعه من الاجسام بالنسبه للانفلونزا، السنه اللي بعدها اتغيرت المجموعه بقت مجموعه ثانيه، السنه اللي بعدها اتغيرت بقت مجموعه ثالثه، فما فيش حاجه اسمها طريق وقائي اكتر من ان احنا نحافظ على نفسنا. طبعا الالتهابات دي كلها بتنتقل عن طريق الهواء. يعني فعلا لو انا انصح اي حد عنده اي اصابه طبعا ان هو يكون عنده المناديل بتاعته ويحاول يتجنب ان يكون في اي التصاق مباشر بينه وبين اقرب الناس ليه، لان هي العدوى بتتنقل عن طريق التلامس وعن طريق الهواء وعن طريق فوط الغير وهكذا. طبعا احنا محتاجين ان احنا يبقى من المريض نفسه ومن اي شخص انت ممكن تتعامل معه. تمام. طب نروح لاهم حاجه بقى، هي حوادث الانف. ايه الحوادث اللي ممكن تصيب الانف؟ شوف سيادتك اشهر الحوادث بتاعه الانف هتلاقيها حاجات كتير قوي، قد تكون اصابات ناتجه عن حوادث طرق وحاجات زي كده، وقد تكون اصابات ناتجه عن رياضه عنيفه، يعني واحد بيلعب ملاكمه ولا بيلعب تايكوندو ولا بتلعب الحاجات العنيفه كاراتيه والكلام ده كله، بتبص تلاقي في رياضه عنيفه اهو ده كسر ناتج عن رياضه زي الملاكمه. شوف قد ايه دي اصابه ناتجه. هنا بقى نيجي للكسور، دي اصابه دي بنبص عليها دي برضو اصابه ناتجه عن حادث. هذه الاصابه اللي هي الكسور ممكن تكون حاجه من حاجتين، يا اما يكون كسر بسيط ما فيهوش دم وما فيهوش نزيف زي الاصابه دي، وده برضو اصابه فيها كسور وفيها نزيف وموجود كلها، ده بيبقى كسر مركب اللي هو النوع الثاني من الكسور اللي هو بنلاقي فيه دم نزل وابتدت جزء من الانف يتحرك من مكانه وفي قطع في الجلد سواء كان من الجلد الخارجي او من الغشاء المخاطي الداخلي. دي كلها انواع كسور زي ما انت شايف، كلها اصابات ناتجه حادث ناتجه عن رياضه عنيفه. ممكن تلاقي حاجه ثالثه ناتجه عن حروق، تبص تلاقي في حرق موجود في الوجه ودخل على الانف وهكذا. كل دي اصابات فيها كسر مركب اللي فيه نزيف حاصل وفي تحريك لعظام الانف من مكانها. دي كلها الاصابات الناتجه عن حوادث. كيف يمكن علاجها يا دكتور من وجهه نظرك؟ يعني كل حاله اكيد ليها علاج معين يعني. تمام تمام، السؤال ده مهم جدا جدا جدا. اذا كان الكسر في مكانه ولا يؤثر على تنفس المريض، فبيبقى مجرد انك تعمل دعامه للانف وتتابع وتاخد كل الاحتياطات بتاعتك سواء كانت حاجات للنزيف حاجات التهابات مضاد حيوي حاجات زي كده كله حسب رؤيه الطبيب. لكن لو كان الكسر فيه كبير زي ما احنا شايفينه كده وابتدى يحصل نزيف وتحرك في عظام الانف، هنا التدخل مباشر وقت وقت الحادث. سيادتك لو استنيت اكتر من 48 ساعه على حادث فيه نزيف في الانف هتستنى اسبوع او اكتر لغايه لما التورم يخلص وبعدين تعمل له عمليه. فعشان كده التدخل المباشر في اول 48 ساعة قبل حدوث تورم هو النقطة الأساسية في هذه الحالات. حالة زي كده مجرد حدوث الإصابة لو في تحرك في المكان، يا إما هتعمل دعامة يا هتعمل عملية بسيطة ترجع العظمة في مكانها بحيث إن هي ترجع تتكون معاها. حادثة زي كده لازم تدخل مباشر في خلال اول 48 ساعة، أو هتستنى أسبوع 10 أيام لغاية الورم ما يقل وتبتدي تعمل له العملية بعد كده. لكن التدخل المباشر المبكر حاله زي كده برضو في نزيف وفي تحرك في العظام لازم تتدخل تدخل مباشر مجرد حدوث الحادث. حاجه زي كده ناتجه عن رياضه عنيفه، شوف التدخل صحيح لابد ان يكون. طبعا بيبقى العيان حظه كويس لو دكتور تجميل قدر يتعامل معاه يبقى الجرح يبتدي يختفي، لو دكتور يتعامل معاه بجروح باينه بتبقى مشكله وبتبقى علامات وحاجات زي كده هو. فدي كلها بتبقى الاصابات اللي احنا بنشوفها بالنسبه هي دي اشهر اصابات الحوادث. طيب التشوهات الخلقيه يا دكتور، وعايزين نعرف كمان اسبابها يعني بتيجي ليه؟ شوف التشوهات الخلقيه ليها اسباب كثيره جدا، قد تكون زواج الاقارب، وقد تكون تعرض الام للاشعاع، وقد تكون تناول الام للادويه اثناء اول 3 شهور في الحمل وده سبب اساسي، وقد تكون اصابه الام باي مرض في اول 3 شهور واشهرها طبعا الحصبه الاماني وان كنا ما بنشوفوش دلوقتي وده سبب من الاسباب الاساسيه. دي معظم الاسباب الاساسيه. لكن اشهر اصابات الانف عاده اللي هو التشوه اللي موجود في الانف اللي هو ممكن يكون مصاحب هذا التشوه للشفه الارنبيه. لو كانت الشفه الارنبيه ممتده لغايه الانف بيبقى التشوه ده موجود. واشهر تشوه تاني اللي هو صمدام الجمل طبعا اللي هي وجود عظمه بارزه زي كده هو. لكن عايز اقول لسيادتك على حاجه مهمه قوي، ان احنا بنشوف الانف كبيره او صغيره، بالعكس ده احنا بنشوف الانف وبنصنفها على حسب الشعوب. يعني تقدر تقول سيادتك انف منغولي او تقول انف يهودي او تقول انف روماني، ده مش كده وبس، ده انت ممكن تتكلم عن الانف على حسب الشخصيه، تقول دي انف ديجولي نسبه للرئيس شارل ديجول وهكذا. يبقى اذا الانف دي علامه وعلامه بتسمع وبتبقى موجوده معانا بنسبه كبيره قوي. هنا تشوه انف مصاحب لشفه ارنبيه، شفه امتدت لفوق، شوف قد ايه قاسم، هنا شفه ارنبيه مكتمله ودخلت بتشوه الانف في الفتحتين، هنا شفه ارنبيه مصاحبه مكتمله، شوف قد ايه التشوه ماشي.
صحيح انك انت مجرد ما تعالج المريض، وطبعا هنا التدخل الجراحي مجرد اكتشاف الحاله، يعني لو الطفل عنده يعني سرعه التدخل الجراحي بالظبط حاله زي كده، لو الطفل شوف الطفل ده عنده مثلا 10 ايام وتعملت له العمليه دي، ده الطفل ما كملش سنه وتعمل له المنظر ده كده، هو كل ما يكبر كل ما المنظر يقل. هنا التدخل الجراحي مجرد حدوث هذه الحاله، فهي دي التشوهات. شوف هنا التشوه تلقي مصاحب شفه ارنبيه وداخله على الانف، فابتدينا نشوف هنا التشوه الموجود المصاحب للانف، لكن ممكن شفه ارنبيه ما فيهاش تشوه في الانف بتبقى غير مكتمله وهكذا. تمام. طب دكتور يعني ايه المقصود بعدم وجود احدى فتحتي الانف؟ وهل في علاج للموضوع ده؟ لا دي حاله نادره انا بحب دايما اتكلم فيها، اللي هي في مريضه جايه ما عندهاش فتحه الانف، هنشوفها دلوقتي. وبعدين هذه الحالة اهو بالظبط الفتحة الشمال مش موجودة. ايوه. ولما عملنا اشاعات مقطعية على وش البنت وحاجات زي كده هو لقينا ان حتى الجيوب الانفية اللي موجودة جمها حتى امتداد المسارات بتاعة الهواء بتاعتها غير موجودة. الحالة دي الحقيقة مفيش فتحة في الناحية الشمال. العملية اللي اتعملت لها انك انت عملت عمليتين مع بعض، عملت هنا برضو الاشعة المقطعية قالت ان حتى الجيوب الانفية للداخل مش موجودة. يعني معناها الحتة دي مصمطة بالكامل للآخر، لا في جيوب أنفية موجودة في الجمجمة ولا في اتجاهات لمسار الهواء وهكذا. فاحنا الحقيقة في الحالة دي فكرنا عملنا حاجتين، عملنا فتحة خارجية فالمنظر الجمالي لما تشوف البنت بعد العملية المنظر الجمالي جميل. لكن للحالة الثانية عملنا فتحة في الحاجز الأنفي بحيث ان التنفس كله يمشي في مسار واحد، بحيث ان البنت لا تعاني من التنفس ايضا، فبقت ليها وظيفة وفي نفس الوقت بقى ليها منظر جمالي. بتنفس هنا في فتحتين ابتدى يتكون معانا وهتشوفها بعد العملية، وفي نفس الوقت الحاجز الأنفي عملنا فتحة من الناحية الشمال للناحية اليمين، بقت البنت بتتنفس كله في مسار واحد، ما بقاش يقدر تقول أبدا إن البنت دي كان عندها مفيش فتحة، لكن المنظر في الأول مفيش فتحة في الناحية الشمال. تمام. دي حالة نادرة. طيب. يعني عشان الناس ما تتخضش، لكن من الحاجات كتير. اللي أنا بستمتع بإني أعرضها لأنها من الحالات النادرة اللي الواحد قابلها في حياته يعني. حياته. صحيح. طب دكتور خلينا نروح لحاجه برضو مهمه وهي يمكن قلناها في الانترو، وهي الاورام اللي بتصيب الانف. هي العدد يعني كتير يعني وليه كل حاجه اكيد ليها علاجها يعني، وناخد فكره من حضرتك. شوف سيادتك الحقيقه اورام الانف دي هتلاقي حالات كتير، ان الاورام الدمويه والورم الدموي قد يكون موجود في الانف يمتد للداخل وياكل الحاجز الانفي وياكل غضاريف الانف، او يمتد للخارج ويفتح. يعني البنت دي ورم دموي خارجي زي ما انت شايف، الورم ابتدى ياكل في الجلد ويطلع لبره خلاص. يعني. البنت دي مجرد اللمس بتنزف، طفله صغيره ما كملتش 5-6 شهور عندها هذا الورم الدموي الموجود في الانف، مجرد ما بيتلمس بينزف وابتدى ياكل في عظام غضاريف. صحيح انه بدا كوحمه دمويه، لكن سرعان في خلال شهرين ما بقى ورم. ما اقدرش اسيب حاله زي كده. ولما الحاله دي انا فاكر ان احنا كانت جات لي متاخره، فتشال جزء من الانف واتعملت لها بعد كده عده عمليات لضبط الانف، حاجه صعبه. ده ورم دموي خارجي. ايضا هتشوف فيه ورم دموي داخلي، هتلاقي الورم موجود في الانف ومش باين، لكن الانف كل مالها بتكبر وحاجه زي كده، بلاش الورم الدموي. في مجموعه تانية من الاورام اللي هي اورام ليفيه، برضو ممكن هنعرض حاله هتلاقي ورم ليفي داخل على حاجز جانب الانف وابتدى يعمل. ايضا هتلاقي حالات ورم سرطاني. الحقيقه برضو قرحه بتتكون من الاورام السرطانيه اللي هي بنسميها بيزل سيل كارسينوما، اللي هي ورم سرطاني في مكانه نشيط جدا ولكن لا ينتشر. أيوة. موجودة معانا في الحالات اللي بنعرضها، وممكن نلاقي فيه ورم داكن ماسك الخد وداخل لغاية لما وصل لغاية الأنف. فهي مجموعة كبيرة قوي من الأورام سيادتك، الأول ورم دموي، الثاني ورم ليفي، الثالث ورم سرطاني، وهتلاقي في كل حاجة من الحالات احنا عارضين. يعني دي البنت منظرها بعد العملية، لما هتشوفها بعد كده الحقيقة كان في جزء كبير قوي من الغضاريف متاكل في هذه الحالة. ممكن هنشوف حالة تانية دي برضو منظر البنت اللي كان فيها الورم الدموي الخارجي اللي كان فاتح لبره، ودي منظرها برضو بعد الحالة دي. ممكن هنلاقي في حالة تانية هتلاقي فيها ورم دموي كان داخلي واتشالت بطريقة تانية، او ممكن نلاقي حالة تالتة هتلاقي فيها ورم سرطاني. دي ورم دموي وداخلي. شوف البنت مناخيرها بتكبر، البنت دي عندها حوالي 6 شهور. تبص على منظرها تقول ده عندها 2 سنين. ايوه صحيح. تشوف منظرها بعد العمليه، يعني دي شكلها قبل العمليه، ما تشوف منظرها بعد العمليه، ترجع الطفله البريئه اللي انت عارفها اللي عندها 3 شهور 6 شهور. هذا الورم لو ترك هتلاقيه بياكل غضاريف الانف. صحيح ان هو انت ما بتشوفش الانف الا ان مالها كل مالها تكبر. التدخل الجراحي هنا مبكر جدا، مجرد ما تكتشف هذه الحاله ما تسيبهاش، دي لا يمكن تعتبرها نوع من انواع الوحمات، دي ورم. ورم دموي.
شوف سيادتك انت مجرد ما بتعمل فتحه صغيره وتشيل الورم وتحلله وتقفل الانف، ثم بص منظر الطفله رجعت اهي، دي طفله عندها 4 شهور 5 شهور 6 شهور بينما منظرها الاول بنت عندها 2 3 سنين بطريقه معينه. ده نوع من الاورام الدمويه الداخليه، واخد بال سيادتك ازاي؟ شوف منظرها، يعني طفله رجعت خالص خالص، شوفها دلوقتي كبرت راحت السلك ما فيش اي اثار، حاجات زي كده اهو. تمام. بما اننا بنتكلم على يعني الاورام الدمويه، يعني عايزين نعرف دور بقى الادويه والعلاج بالليزر كمان لو في. شوف سيادتك الادويه لها علاقه بالذو الضوء الاصفر اللي هو الداي ليزر، اللي هو الوميض الضوئي، اللي هو الضوئي ذو الضوء الاصفر، اللي هو الداي ليزر اللي هو الليزر الصبغي، ليه تاثير مباشر على علاج الوحمات الدمويه، ولكن ليس له اي تاثير بالنسبه للاورام الدمويه. كل اللي بنعمله لو احنا استخدمنا الليزر الصبغي ده اللي هو الداي ليزر هنستخدمه علشان نقلل النزيف بس وبعدين نعمل عمليه. يبقى اذا الليزر سيادتك وحمه دمويه ليه تاثير، ورم دموي ملهوش اي تاثير غير انه يقلل النزيف. تمام، واخد بال سيادتك ازاي؟ الادويه وحمه دمويه ممكن يكون ليها تاثير تحت اشراف طبي وعنايه مركزه، لكن ورم دموي ليس لها تاثير. تمام. طب دور جراحه التجميل بقى هنا ايه؟ كل الحالات دي جراحه التجميل هي الاساس. انك تدخل زي ما شفنا ورم دموي قبل كده، وهنشوف دلوقتي ممكن ورم سرطاني، هتشوف دلوقتي برضو جراحه التجميل عملت ازاي وازاي شالته وازاي رقعه جلديه، او ممكن هتشوف ورم ليفي برضو ممكن نعرضه. خلينا ناخد الليفي الاول. ها نعم، ناخد الورم الليفي. الورم الليفي ممكن هتلاقي فيه عباره عن ورم برضو، انا بعرض حاله لطفل صغير كان عنده ورم ليفي ماسك اهو بالظبط، شوف ماسك قد ايه في الناحيه عند العين. هذا الورم تم استئصاله وطلع نوع من نوع الاورام الليفيه، وحالته بعد العمليه هتشوفها دي، انت لو سبته هيكبر، هياثر على النظر، هياثر على التنفس، ممكن يضغط على الغضاريف او عظام الانف ويبقى ليه مشكله. مجرد ما انت بتتدخل ادي منظر، شوف الورم ده لحظه شيله وبعدين لحظه قيادته انتهت المشكله. شوف الطفل ده مثلا بعد مرور 4 5 سنين مستحيل انك تكون عنده ورم، سيبه يكبر هتلاقيه اثر على العين، اثر على القناه الدمعيه، اثر على النفس، اثر على غضاريف الانف وبقت مشكله. تمام. هنا التدخل الجراحي المبكر قبل وبعد هو دي الحاله اللي انت تقدر تتعامل معاها. تمام. طب دكتور الوقت جري بسرعه، احنا عايزين نعرف بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله هنتكلم في ايه. هو الوقت معاك بيجري بسرعه الحقيقه. ممكن ان شاء الله الاسبوع الجاي نتكلم على اشهر التشوهات الخلقيه اللي ممكن تصيب الرقبه. الرقبه. تمام. دي حاله جديده وممكن نتكلم فيها بتفصيل شويه. اي حد عنده اي اسئله يبعت لنا على الفيسبوك جروب بتاعنا عن ما يخص هذا الموضوع، وهنرد الاسئله طبعا على الدكتور. يعني شكرا يا دكتور، منورنا. كل سنه وانتم طيبين بهذا الايام. صحة وسلامة. مشاهدينا الكرام هنطلع فاصل سريع ونرجع نتكلم على فقره بكره احلى مع دكتور محمود الحلوجي مدير عام المتحف المصري سابقا والخبير الاثري عن السياحه ومستقبل السياحه ومصر عامله ازاي باذن الله السنه الجايه. يلا بينا.